الله سبحانه وتعالى وجه دعوة لنا جميعا أنه أنتم مدعوون لهذا الشهر الفضيل ولهذه المأدبة الإلهية الكبرى. الله سبحانه وتعالى يجعل الصوم والصلاة وسيلتان لأن نستعين بهما في أمرنا عند الله. إحنا ما نقدر نجي للقرآن نريد نفسر القرآن بحد ذاته، لأن القرآن هو في الواقع أمور عامة، خطوط عريضة اللي يعلمنا فيها ويشرحها إن منه السنة الشريفة. إني تارك فيكم الثقلان، كتاب الله وعترة أهل بيتي. عترة النبي هم المفسرون للقرآن بأن فترة ما بين أذان الصبح وطلوع الشمس شنو من بركات، شنو من خيرات، شنو من فضائل الله لها لهالوقت، هذا الإنسان يقعد يدعو الله